السلام عليكم، كيف الحال يا رجال الرياح؟ وبركاته. حياكم الله على العين وعلى الراس. اهلا وسهلا. ما حد ينزل ولا خلته، خلوا كل شيء مكانه. منو سمح لكم تدخلوا الخزانه للقريه؟ انا يا حميد. ما عليك بتفكر. شوف العيال هؤلاء بيلعبوا ويخططوا في القريه، والسبب انت والمناوري هذا. انا الذي سمحت لهم يخططوا ويدخلوا الخزانه. حميد مالك بتدخل انفك في كل شيء، في كل صغيره وكبيره. انا من القريه هذا ويعنيني كل ما بيحصل فيها، والخزانات هذا ترجع. الخزانه ترجع ترجع. الرياحنا مش بحاجه الى خزانات طالما معاهم السد. دام عزك يا حج مقدام. انت اسكت لك بس لا تضحك. هذاك عرفت الله قبل يومين انه معك ام، ذا الحين جاي تقلب لي القريه. حتى لو ما عرفهاش ابدا لا تنساش اني صخر ناصر المناوري. هذا ارض الرياحنا وما بيشلك فيها ولا شبر واحد. هاي سلاح ما بتفعل. نزل السلاح. لا صلاح نزل السلاح. الامور بعد الحج بهذا الطريقه. كلم صاحبك الجديد، الامور ما تحتلش هكذا، مشيه بالبلطجه. وانت يا عم انا من رايي انك تسكت، لان الموقف ما اشوفه صالحك، والقلوب قد ملان منك. هكذا قد قلبك ملان من عمك يا علوي؟ سهله يا جماعه، احنا قد وعدنا اهالي القريه بان الموضوع حله بسيط، فقط انكم تتعاونوا مع بعضكم البعض. وهذه الخزانات لبعض البيوت، والخزانات الباقي بادي بالطريق. خلاص اسمعني يا ابني، انت وين معك؟ الخزانات نزلوها واطرحوها حيث ما تشوف. اهم حاجه عندي مصلحه القريه واهلها. اسمع انت، ولا خزن عينزل، الارض ارضي وعندي اثبات بهذا الكلام.